صار وقت الجد مثل ما شفتوا صرنا بداخل رولز رويس دون، ولكن هلأ نحن بداخلها كوب. طالما انتم ماشيين لحد 50 كيلومتر بالساعة شوفوا شو بيصير. Pure Rolls-Royce engineering, handcrafted in Goodwood. ترجمة لهالشي هي هندسة رولز-رويس الكبيرة والعريقة يلي صار عمرها أكثر من 110 سنين، يلي بتتصنع بجودوود ببريطانيا على اليد بكبسة زر حوالي 20 ثانية. صرنا بفول كونفرتبل كار وصار الفجر فجر مزبوط. خلينا نحكي شوية أرقام. محرك 5.3 تقريبا 12 أسطوانة توين توربو بيولد 572 بي اس حصان. عم نحكي عن تورك ماكسي أو نسبة عزم أقصى حوالي 780 نيوتن متر. علبة غيار سرعات بالدون هي 8 نسب، التحكم فيها بهالليفر، ولكن بس فيكم تنزلوا على اللول، الباقي كله بتعمله من خلال الساتلايت ساتلايت ايدد ترانسميشن سات. صفر لمية أقل من 5 ثواني. نرجع على الداخل، شاشة أنامورفيك عريضة جدا بـ very high quality، تعطيكم كل المعلومات عن نظام الملاحة، الانفوتينمنت، الموسيقى وما أدراك. وما أدراك بنظام الموسيقى الجميل جدا. بهالسيارة عنا كل شيء تم اقتباسه وتطويره وتحديثه بكل سيارات رولز-رويس شفناهم قبل موجود. يعني اذا نحكي عن الشورت كاتس هون الموجودين يلي شفناهم بالفانتوم سيريز 2 بالجوست، بتاني اديشن كمان عنا شورت كاتس. انتو بتبرمجوا كل كبسة لشيء، واحدة فيها تكون تليفون، التانية فيها تكون محطة موسيقى معينة، التالتة فيها تكون تتصل مثلا بشخص او برقم معين، الرابعة فيها تكون ديستينيشن على نظام ملاحة الى اخره. المكونات بالداخل كلها بعدها محافظة على عرائق رولز رويس، بعضهم محافظين على الساعة الانالوج واسم كل سيارة بداخلها. بيميز الدون اساسا هو حجمها الجميل جدا، بنفس الوقت هي مضبوطة بس بتساع اربع اشخاص براحة تامة. هي عندها شيب الكوب المرسوم ويلي بيعطيكم الانطباع كأنها كتير سريعة حتى هي واقفة، وبس تنكشف بيصير في عنا البيور لاينز يلي بتحبوهم بسيارة من هالنوع. الكستمايزيشن يلي هي العنوان الاساس او هي التأهيل وتعديل كل سيارة مثل ما انتم بتحبوا. بتعرفوا عنا برنامج بسبوك الشهير جدا، ديبارتمنت طويل عريض عند رولز رويس بجودوود الله يعطيكم كل شيء انتم بدكم اياه من تعديلات بداخل سيارتكم، من لون الجلد للتخييط تبع الجلد لسماكة التخييط للخشب الفينير المعروفين فيه هن كلهم. عندنا بهالسياره كمان مثل داك خلفي على المنطقه الخلفيه اوبن بور فينير، يعني خشب مفتح المسام ليعطيكم كونتاكت حلو كتير او ملمس حلو كتير بس تقروه، وبنفس الوقت يتحمل اشعه الشمس. بما ان السياره مكشوفه ضروري جدا انه تكون جاهزه لظروف شوي قاهره اكثر بالداخل من السيارات يلي عندها سقف. المقود الكلاسيكي والمعروف عند رولز رويس مع التحكم من داخله بكتير اشياء. الكنترولر لكل شيء بدكم اياه خلال ايدكم هالسياره من تعديلات وتفاصيل. فتحت الازاز لتشوفوا هالمناظر الخلابه والجميله جدا. كيب تاون وحده من اجمل المدن بالعالم. طبعا جنوب افريقيا نحن فيري فيري لو على الخريطه، طقس رائع بيشبه قيادة هالسيارة وتوجه هالسيارة الاكزوتيك والمفعم بالشباب والحيوية. درايفرز اسيستنس جينيريشن 3 لمساعدة السيء، ولأكيد انهانسمنت او تطوير وتحسين
السلامه بداخل هالسياره لركابها وللاشخاص المحيطين فيها، من اللين كيب اسيست، من الكروز كنترول الالكتروني، من كثير انظمه منا بوابل تعدادهم هون شفتوهم بالتقرير بالاول. كاميرات موجوده طبعا لمساعده على الباركينج، على ركن السياره، وكمان تعطيكم انديكيشن شو عم بيصير حواليها. السنسورز اكيد، ايرباكس، كل السيفتي والقصص بتطلبوها انتو بتتصوروها بسياره من هالنوع. البرايس بوزيشنينج بالدون رح يكون شوي اغلى من الريث ومن الجوست، بيعتبروا انه هي من الفئات العليا عندهم. بحب لكم انه الويتنج ليست على السياره لل 2016 فولت كلها، و 2017 نصها، تاكيدا على قبول ورغبة المستهلك بالعالم كله للفجر للدون. اللي كان رح يكون بكيب تاون بيستمر، ورح نكفي مع هالمناظر الخلابة وهالطرقات الرائعة مع وقفات فيها كتير لايف ستايل، فيها كتير نمط عيش رولز رويس، ورح نعيشكم اياها كلها خلال تجربتنا لهالسيارة المميزة من امضاء رولز رويس صنعت في اليد بجودوود بريطانيا.
من ضمن تجربتنا على رولز رويس دون كان في عنا اكيد جولات لايف ستايل واجواء بتخليكم تحسوا طريقة استعمال هالسيارة. واحدة منهم كنا هون على سيجنال هيل، جبل عالي جدا، يمكن اوطى نقطة بافريقيا هيدي، بتشوفوا من خلالها الاوشن. رح نفرجيكم بعض المشاهد وبعض كمان الاماكن اللي زرناها لاعطاكم هيك روحية هالسيارة ومجموعة من الالوان، مجموعة من الرولز رويس دونز بعدة كونفيجريشن، مع داخل اورنج مع خارج ازرق، في كتير اشياء حلوة بنشوفها كلها هون. وبعدين بتوجه صوب التيبل ماونتن وبتشوفوا هضبات وكيب تاون بالوسط، كله رح يشكون اياه كأنه كنتوا معنا هون. سكر الباب. نحن على سيجنال هيل، شوفوا المنظر، وهيدا الاوشن على الشمال، هيدا المحيط مع موسيقى. الديزاينر تبع هالسيارة، he is the gentleman who made this car happen from scratch to reality. And my friend Richard Carter here, the big boss of media and PR. It's always good to have Nadim with us, and it's fantastic to have you. Cheers. This is the lowest point in Africa, right? Here or what? Well, not quite. There is more southerly than this, but this is Cape Town. Okay, let's go there. Cape of Good Hope. Cheers. Drive on. Bye. شوفوا الالوان، عندنا هذا اللون التركواز مميز جدا، كيب تاون بالباك جراوند، هون عم نشوف لون ذهبي، حتى سبيريت اوف اكستسي الفلاينج ليدي من لون كمان ذهبي. بتشبهوا منا للروز رويس دون، تكون صادق معكم مثل الفجر، تعطيكم انطباع جديد كل ما بتطلعوا عليها، كيف الفجر ببلش كل يوم جديد وامل جديد. هالسيارة بالنسبة لي انا اذا بدي اشتري رولز رويس ديفنتلي ما بفكر بولا سيارة تانية، او ديفنتلي جو فور ذا دون، لانه تسارع عم نحكي من 0 ل 100 اقل من 5 ثواني، عم نحكي تأدية straight line، عم نحكي NVH noise vibration and harshness كتير مهم مع الغطاء بس يتسكر، خاصة إذا كان ولدكم مثلي أنا ما بتحملوا شمس كتير، تنعزلوا كليا وبتصير السيارة كوب بامتياز. configurations قد ما بدكم بالداخل، بدكم الخشب، بدكم الألومنيوم، بدكم تايتانيوم، بدكم جرافايت، بدكم كاربون، طبعا كل شيء فيكم تطلبوه بداخل هالسيارة. حجمها الكومباكت بيعطيها تماسك وبيعطيها نوع من ديناميزم او ديناميكية معينة على الانعطاف، كتير مميزة وكتير حسينا فيها نحنا. الفرمة اللي فيها طبعا من اخر جينيريشن، نظام التعليق ادابتف بيتأقلم حسب طريقة قيادتكم، الجير بوكس مع الاس اي تي كمان ذكية جدا، واذا عندكم جود مابينج او نظام ملاحة بيتفاعل مزبوط مع خرائط المنطقة دغري بيعرف انتو وين رايحين، وبيعمل إذا بدكم البرمجة لعبة غير السرعات حسب الطريق رح تسوق عليها. كلهم هولي بهالرولز رويس دون، وكلهم هولي اختبرناه هون، ومع هالبيرد اي فيو لكيب تاون منتابع احنا وياكم تجربتنا للرولز رويس دون بجنوب افريقيا بهالمدينة وبجوارها كمان. رح نشوف احنا وياكم مجموعة من السيارات، مجموعة من الطرقات سقنا عليها، كوكتيل مميز مع موسيقى حلوة بتشبه نمط حياة رولز رويس دون جديدة.
عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.